زي كده. طب قولي لي يعني الأجواء عندكم في رمضان درجة الحرارة قد إيه؟ هل مرتفعة؟ أعتقد لا، درجات الحرارة عندنا عادية، يعني في الصيف تقريبا أعلى درجة حرارة ممكن تكون 25. 25 ده أيوة أحلى حاجة، ده شرم الشيخ. أيوة، هي في الصيف تكون باردة، كان يسموها روما الصغيرة. سموها إيه؟ روما الصغيرة، روما الصغيرة؟ أيوة، سواء في الجو أو في يعني المعالم البنيانية اللي عندنا. تقريبا بما أنه كان عندنا استعمار إيطالي من قبل، فالجو حقنا زيهم تقريبا. بس متهيألي الاستعمار ما أثرش في عاداتكم وتقاليدكم الخاصة بالأكل صح؟ ولا لا، في المطبخ الإيطالي ما في أثر غير شوية؟ رمضان، في غير رمضان ايوه، المكرونة من الاكلات المرة مشهورة عندنا، بس في رمضان في لا. رمضان لا، لا السمبوسك هو شيء أساسي. ايوه، في الفطور السمبوسة. الفطور يكون على مرحلتين، فطور قبل الصلاة وبعدها. قبل أنتوا الصلاة بتقسموا الوجبة على مرتين. ايوه، قبل الصلاة يكون في تمر وشوربة وسمبوسة والاشياء البسيطة هذه من العصائر، قمر الدين والتانك والفيمتو. بعد الصلاة يكون فيه العشاء الأساسي، يكون وقتها أكل دسم، يكون فيه لحم، وعندنا إحنا الكسرة حقنا اسمها لحلح. الكسرة اللي هي